عملية حدوث عدوى البكتيريا الحلزونية تفرز البكتيريا اليوريز لتعادل حموضة الحمض، تدفع بنفسها مستخدمة الأصوات إلى داخل منطقة المخاط. عامل الضراوة بعض من أصناف البكتيريا الحلزونية في جينومها أجزاء من المائة الوراثي تجعلها تفرز مواد تجعل جدار الأمعاء يلتهب وتثبط مناعة العائل وتفرز مواد تقتل بها خلايا المناعة التائية. التفاعل بين العائل والبكتيريا، هناك عمل التصاق adhesion ومستقبلات receptors على epithelial cells لخلايا المعدة.